أهلا بكم إلى عالم الاقتصاد. قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن المملكة العربية السعودية طلبت من العراق تزويدها بعشرين مليون برميل نفط. وبحسب الصحيفة فإن الرياض طلبت من شركة تسويق النفط العراقية تزويدها بهذا العدد من براميل النفط لتزويد مصافيها بعد الضربة التي تعرضت لها شركة أرامكو وأضرت بتسويق النفط. وكانت شركة أرامكو السعودية قد تعرضت السبت الماضي إلى هجوم طال موقعين تابعين لها في منطقة بقيق. قالت لجنة النفط والطاقة النيابية أنها تنوي توجيه إنذار أخير للشركة المستثمرة لحقل عكاز في محافظة الأنبار لمعاودة استئناف العمل. وقال عضو اللجنة هيبة الحلبوسي أن الشركة المستثمرة لحقل عكاز في الأنبار تلكأت كثيرا في عملها وتوقفت تحت ذريعة الوضع الأمني. وأضاف أن لجنة الطاقة النيابية وبالتعاون مع وزارة النفط تعتزم توجيه إنذار أخير للشركة لمعاودة استئناف العمل، مشيرا لأنه في حال رفض الشركة استئناف العمل سيسحب منها. قالت اللجنة المالية البرلمانية أن الحكومة في بغداد تفتقر لسياسة مالية صحيحة تستغل من خلالها وارداتها. ودعت اللجنة الجهات المختصة إلى اتباع سياسة مالية جديدة تستثمر من خلالها الواردات المالية التي تأتي من بيع النفط وتبويبها ضمن فقرات تساعد على حفظ الصناعة وتشغيل المعامل الإنتاجية. وأشارت اللجنة إلى أن موارد الجمارك والمنافذ الحدودية قليلة جدا مقارنة بحجم عملها، مشيرة إلى أن الفوضى التي تعج بها المنافذ الحدودية والجمارك في جميع المحافظات هي أحد الأسباب التي أدت إلى تراجع الإيرادات، فضلا عن التقاطعات بين المنافذ الحدودية وهيئة الجمارك والجهات الأخرى، وهو ما سيؤثر بشكل كبير على موازنة 2020. أظهرت بيانات البنك المركزي العراقي انخفاض قيمة مبيعات العملة الأجنبية في المزاد المنعقد اليوم إلى 232 مليون و 930 ألف دولار بتراجع قيمته 29 مليون و 330 ألف دولار. وبلغ سعر الصرف 1190 دينارا لكل دولار وفقا لبيانات البنك المركزي في المزاد المنعقد بمشاركة 30 مصرفا وشركة تحويل مالي. وأوضح البنك المركزي أن حجم المبالغ المبيعة لتعزيز أرصدة المصارف في الخارج بلغت قيمتها 231 مليون و 970 ألف دولار، فيما بلغ إجمالي النقد المبيع 960 ألف دولار. أنهى المؤشر العام لبورصة العراق جلسة تداولات اليوم على انخفاض بنسبة 0.7% عند مستوى 468.15 نقطة، فاقدا نحو 1.16 نقطة. وتم تداول على أسهم 20 شركة من أصل 103 شركات مقيدة في السوق، ارتفعت منها أسهم 3 شركات وانخفضت أسهم 8 شركات، بينما استقرت أسهم 9 شركات وسجلت قيمة التداولات أكثر من 263 دينارا، بينما بلغت عدد الأسهم أكثر من 254 سهما بعدد صفقات بلغت نحو 254 صفقة. وبلغ عدد الأسهم المشترى من المستثمرين الأجانب أكثر من 37 مليون سهم بقيمة بلغت أكثر من 77 مليون دينار من خلال تنفيذ 27 صفقة على أسهم 4 شركات. نتابع الآن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن والنفط.
بهذا نصل إلى ختام أخبار الاقتصاد، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.